لو حد حاول يمسكك من ايدك الاتنين بالشكل ده، متحاولش تشد وتطلع منها بالوضع العادي او بالشكل التقليدي العادي للشكل ده. تفتح ايدك على الاخر، ايدك اليمين هتيجي تمسك مفصل الريست بتاع ايده اليمين، اهو ايدك اليمين هتيجي بعد ما تفتح ايدك هتمسك مفصل الريست بتاع ايده اليمين، وبتعمل ضغط قوي على مفصل الريست، وبعد كده بتجيب دماغه ناحيتك وتاخد ايده ورا دماغه بالشكل ده. حركة بسيطة ومش محتاجة منك أي مجهود، أهم حاجة السرعة في تنفيذ الحركة. تفتح ايدك على الآخر، ايدك اليمين هتروح ناحية ايده اليمين وتمسك مفصل الريست بالشكل ده، وبتلف مفصل الريست بتاعه عشان تعمل عليه ضغط قوي، وبعد كده بتاخد دماغه ناحيتك وتتني عليها دراعه بالشكل ده. ممكن تضرب عن مفصل الركبة بالشكل ده. ايدك اليمين هتحركوا بأقصى سرعة وتفتح ايدك على الآخر، وبعد كده ايدك اليمين هتتحرك وتروح عند ايده اليمين وتعمل ضغط على مفصل الريست بالشكل ده، تضرب مفصل الركبة في الآخر.